استاذ علي عصر، اللهم حضرتك بخير. وانت طيب يا فندم. كانوا هذه المناسبه مع الفلاحين. بقول لكل الساده اللي شرفونا بالنسبه للاحتفاليه بالنسبه لنقابه الفلاحين، بيعتبر يمكن اللي احنا في التاسيس حاليا حوالي اكتر من 5 مليون فلاح مشتركين في هذه النقابه لنرسم لدوله مصر كما عرفناها من العقود السابقه معنى الفلاح المصري. الفلاح المصري الذي يعني جميل، الفلاح المصري بيدر دخلا قوميا للبلاد بحفر قناه السويس. هذا من الفلاح المصري. يعني طبعا الفلاح المصري لحد النهارده في ال50 سنة الاخرانيه مهضوم حقه في كل شيء، بعدم الدعم، بعدم طبعا وجود بعض الشركات التي تم طرحها في برنامج الخصخصة القائمة على الزراعة. كل هذه الشركات كانت خطأ جسيم بالنسبة لبيع هذه الشركات التي تعمل في مجال الانتاج الزراعي كشركات المحالج، ما المحالج الكتان، المحالج القطن، بالنسبة لأربع شركات من أكبر شركات الكتان على مستوى الجمهورية. كل هذه الشركات تم بيعها بحاجات يعني مخزية. فالسيد عاطف عبيد جنب قانون التقييم من الدولة. فبقول للسيد عصام شرف، لحكومة السيد عصام شرف والمجلس الأعلى العسكري، موضوع 407 شركة اللي تم طرحهم في برنامج الخصخصة، كل هذه الشركات اتباعت بطريقة تدليس. فمعنى فبقول لهم ما تخافوش، لأن القانون دايما، القانون الاستثمار العالمي بيقول إيه؟ ناحية خصخصة زاوية إنتاج، تطوير مصانع، دخل عامل، دخل قومي للبلاد. لأن أنا بشتري منشأة صناعية أنني بوقفها، يبقى كده أنا وقفت دخل القومي للبلاد. يعني فبقول للسادة القائمين على شؤون الدولة، أهم حاجة طرح برنامج الخصخصة، دي أولويات الدولة، لأن ده هيشغل 4 مليون عامل تاني. فبقول لهم ما تخافوشي، لأن القانون الاستثمار العالمي زي ما قلت لحضرتك بيعني إنتاج، تطوير، دخل عامل، دخل قومي للبلاد. كل هذه المستعمرين يا ريت بقى على بيع الشركات. احنا متباع تلت مساحه مصر، تلت مساحه مصر الزراعيه متباعه للاخوان السعوديين والاماراتيين. فهذا لغز، يعني لغز كبير. لما نقرا التاريخ كيف فعل الشريف حسين في الدول العربيه، اقرا التاريخ. فرجاءا البيع للاخوه السعوديين، البيع بطريقه التدليس، فيجب كل هذه الشركات ترد الى الدوله. لان هذا، لان طبعا هم يعني قضوا على عمليه الصناعه في مصر. يعني احنا مثلا صادراتنا اكتر من 20 مليار، ده يعني كلام فاضي. احنا عندنا دوله 6 مليون بتضر 82 مليار صادرات اللي هي اسرائيل. فما نعرفش نوزن مصر باسرائيل، لان كل الشركات وقضوا على العماله. وطبعا من ايام التطبيع اللي هو ظهر 89 مع السيد يوسف والي بادخال مراكز البحوث، الكيان الصهيوني دخل في كيان صناعتنا. انت كناش نسمع من 30 سنة او 20 سنة معنى ايه طفل ينزل مسرطن. فادي كل هذه الحاجات لازم تلغى عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني في مجال الزراعة بالذات، ولازم نعيد هيكلة وزارة الزراعة. ده كدورنا بقى نقابة الفلاحين. ان شاء الله باذن الله هنكون مراقبين لهذه الزراعة، لان الزراعة احنا في نفسنا وزير ينزل يشتغل. انا في نفسي وزير زراعة ينزل يشتغل، لان الزراعة يا فندم في دولة يعني ربع تعدادنا في دولة هولندا، الدخل القومي اكتر من 130 مليار من صناعة الزراعة بس في هولندا. يعني هولندا الدولة الاوروبية بتعتمد على الزراعة. فكيف احنا ان احنا اول دولة في العالم زراعية، وخلينا ونهينا كل شيء في البلد. فطبعا لازم، فندائي برضك تاني وتالت للسيد علي السلمي، لانه قدامه هو ملف كل هذه الشركات. يوجد معنا على الافطار اليوم، ما هو موجود، وطبعا هنتناقش معاه، لانهم بنقول لهم ما تخافوش، كل هذه الشركات لازم يتم سحبها من المستعمرين. لان وطبعا بنقول لازم نرجع وزارة التخطيط تاني، وزارة، معنى كلمة وزارة التخطيط يعني وزارة ان بتشوف ايه السوق اللي انا ملائم له، ايه الصناعات اللي انا ممكن ان انا اجلبها لدولتي. ومعنى كلمة مستثمر لازم امنع، اصدر قانون فورا بتصدير المواد الخام. لان انا لو منعت تصدير المواد الخام
للاتحاد الاوروبي والشرق اسيا هيضطروا المستثمرين يجوا لي، يبقى انا املا شروط عليهم، لان انا ما عنديش خبره في هذه الصناعه. انا بدل ما صدرها خام بس لا عملناها وقف، هيضطر المستثمر الغربي يجي لي هملا شروطه معاه، اقول له انت ليك حق انتفاع 5% لمده 10 سنين او 10% لمده 15 سنه، وبعد كده اخد منه الخبره. هكذا يكون الاستثمار. اما انا المستثمرين اللي هم الاخوه اللي بيطلعوا على الميديا حاليا يقول لك انت بتعطلوا استثمار، انا استثمار ده اسمه استعمار للدوله المصريه، يعني بيع هذه الشركات وبيع الاراضي تلت مساحه مصر عراء للشعب المصري ودعار. لازم المجلس الاعلى العسكري يرد هذه الاراضي لانها اتباعت بطريقه تدليس. وشكرا.